فورد اسكيب كروس اوفر اس يو في بمواصفات كثير حلوه بالداخل والخارج، راح نتعرف عليها كلها بعد لحظات. خلوكم معنا مشاهدينا. مرة جديدة بنرحب بمسيو سامر خوري من فوليك اوتوموتيف، اكيد ذا بارت اوف توتال جروب، الاسم العريق جدا بعالم السيارات بلبنان من سنوات لليوم. كيفك سامر؟ كيفك جورج؟ تمام. يعني اسكيب اسم على مسمى، واحد اذا بده يطلع من ضغط المدينه وضغط الشغل هيك بدور السياره وبيعمل اسكيب بيطلع لبرا بيرتاح شوي، لان سواقتها كثير سموث، شكل كثير بريح كمان، وبتشوف كمان قد ايه فيها شون دو فيزيون وين ما كان، ازاز عريض، يعني حتى الباسنجرز اللي قاعدين جوا بيرتاحوا كثير بالسياره. السياره كثير قعدتها مريحه، اتس ان اس يو في. مغيرين لهلا، انعمل لها فيس ليفتنج ان 2017، سو تغير كم شغله بالشيء تبعها، الاضويه من ورا تغيروا، من قدام كمان تغير فيها كم شغله، انعمل لها فيس ليفتنج. سياره اساسا اليوم بيوروب از بيست سيلر، اليوم صار لها كذا سنه بيوروب. اكيد ما بستغرب ابدا، انا عم شوف فعلا سياره كثير حلوه. ايكو بوست كمان، اتس ان ايكو بوست انجن، في نعم. في منها اثنين فيرجن، في ايكو بوست وفي المطار عادي. وعندنا كمان عندنا الفول اللي فيه تجي فور ويل درايف. فعندنا اثنين فيرجن، وحده اول ويل درايف وحده تو ويل درايف، وهلا بعدين بالاخر بقول لك عن الانجن. طبيعي بس شكل فعلا ملفت جدا للسياره، حتى لونها اللي معنا بالاستوديو كثير مميز. عندنا روف ليز على السقف، كمان طبشات سود على البواب، عندنا 17 ويلز الو ويل، عندنا تحت بيتغير اللون لما تنكوز وكذا كلها. صحيح، ما بحث 100%. نعم، كمان اذا عم تشوف الناحيه الاماميه قد ايه حلوه هالجريل الكروم العريض، مصابيح كمان عريضه فايته على الجوانب، وحتى الفوج لايتس عراض من تحت، شكل عن جد ملفت مع اشارات بالمرايه. وما روحت اللوك الاجريسيف لوك تبعها، يعني اذا بتطلع عليها من قدام بتشوف. وعلى الايدنتيتي تبع فورد، الايدنتيتي تبع فورد واضحه دائما، اهم نعم. شيء فورد بالنسبه لها لتبين سيارتها وتنعرف سيارتها، ذا ايدنتيتي از فيري امبورتنت فور فورد بلس سيفتي. اكيد بدنا نحكي عن كل الامور، اكثر سيفتي وداخل السياره وغيرها بعد لحظات معك، نشوف اكثر سياره من جوا. اكيد الشغله الملفته سامر من ناحيه الخلفيه، عم تشوفها الديتيلز الحلوين، الطاوله اللي عم تشوفها كمان يعني الى جانب اكيد الابويمان بالنص، كثير عمليه السياره هيدي لتشوف قديش اشتغلوا على الديتيل تبع السياره. اليوم اذا في عندك اولاد حاطتهم ورا، بدهم دائما بتعرف الاولاد حاطتهم على الايزوفيكس ورا، بدهم عنده ماي او شيء عنده وات ايفر، صار عنده كل شيء قدامه لما يكركبوا حالهم ويوصلوا السياره وكل هيدا. رح نتابع جولتنا على السيارة، اكيد ننتقل على المكسورة الامامية، بدنا نذكر انه سقف السيارة هو كله فول بانوراميك سان روف. فول بانوراميك سان روف ممتاز، وسكرين اللي عنا اياها كمان حلوة. سكرين هيدي بتيجي على الاس اي، اتس 8 انش سكرين، هيدي ثالث جنريشن تبعها، اليوم البرايتنس تبعك فظيع، الاوبشنز اللي بقلبها كثيرة، بلس عم تشوف الدول زون اي سي، في عندك فيها 7 اير باجز انكلودينج ني اير باج، يعني للسيفتي كمان رجع نحكي ليه السيارات اللي فيهم ني اير باج. حتى اذا بنشوف مكان ولا الفيتاس مهم جدا، ما بخلينا نقرب، يعني نحن وقاعدين اوتوماتيكلي ظهرنا جالس، ظهرك جالس ومحطوط بالكونسول بشكل لانت ما تضيع الكونسنتريشن بالسواقه، لتضلك دائما عم تطلع قدامك انت عم تسوق ويكون كله قريب على ايدك. كمان عندنا بادل شيفت لقياده رياضيه، سياره كثير حلوه كثير عمليه، رح نتابع حديثنا معك نحكي اكثر عن محرك الفورد اسكيب. صار وقت نحكي اكثر عن محرك فورد اسكيب مع سامر، محركين او محرك واحد سامر؟ محركين، في عندك الاس وعندك الاس اي، الاس هلا فرقه فيها الاوبشنات تجي تو ويل درايف. الانجن تبعه هو بيجي 2.5 175 هورس باور، منه ايكو بوست. اوكي، وعندك الاس اي اللي موجوده هون اللي هي ايكو بوست انجن، بتيجي 2.0 بتولد 240 حصان. نشاط كبير بالمحرك، اول ويل درايف. الفرق بين الاس والاس اي اول ويل درايف، منه اول ويل درايف. الترازي معنا اليوم هي الاس اي، الاس اي. هلا بنرجع كمان حكينا عن الصندوق، كمان سبيس كثير كبيره فيها للسياره، فور دبل سيت، ونرجع كمان الانتري ايزي انتري اكسس للسياره. اوكي، هذا باختصار اكيد ناحيه الانجن والسيفتي وغيرها. هلا صار وقت نعرف اليوم السبيشال ديل اللي موجوده فيه اليوم السياره بالسوق اللبناني.
يعني مواصفات كثير حلوه شفناها للفورد اسكيب من الشكل الخارجي من الاوبشنز الحلوين اللي جوا المحرك النشيط فور ويل درايف اكيد معنا اليوم طراز الاس اي كل هول سامر ستارتنج برايس اول شيء بدنا نعرف ستارتنج برايس الاس بتبلش ب 24500 اكسكلودينج فات والاس اي هيدي اللي شايفينها مثل ما هي 31000 اكسبلودينج فات. اما فرق كثير يعني فرق في فرق اوكي بس انه مش انه هالفرق يعني في عندك عالم يعني ما بيهمهم يمكن انه عندك درايف في عندك نعم. عالم ما بتهمهم الاوبشنز بيهمهم الشيب والشكل تبعها سو عنا الاثنين وفي كمان انه الفرق في عالم بتقول لك انه بفضل ادفع اقل واخذ الشيب الحلو ما بيهمني اوبشن عن اوبشن واللي بيهمه فور ويل درايف واللي بيهمه فور ويل درايف كمان عم ياخذ سعر معمول عليها اوفر عن جد كتير كبير الأوفر صار ب 31000 اليوم الفل شكرا على كل المعلومات نذكر اكيد وين فينا نشوف السياره السياره في عندنا اثنين شوروم واحده برمله البيضاء وواحده بالحازميه وفيهم يتصلوا على الهوت لاين تبعنا اللي هو 1292 ويحكوا مع السيلز كونسلتنت اللي موجودين بيساعدوهم بكل شيء شكرا لك مره جديده سامر اكيد بنلاقيكم بكره مشاهدينا بسياره جديده على ام تي في الى اللقاء